عشر لعيبة في قمة لياقتهم الذهنية، ودي ايوه أولا تحتها البيت خاص ذهنيا صح. وفنيا وبدنيا. أنت اللي بص يا هاني، أنا آسف طولت. لا خالص. في مباريات يا هاني أنت مش مسموح تغلط فيها، ايوه مفيش حد يقول لي كده، لا أنا بقول لك كده، في مباريات أنت مش مسموح تغلط فيها مع فرقة زي صن داونز، لأن التكلفة هتبقى عالية. ايوه فرقة زي صن داونز أنت مش مسموح تغلط الأخطاء اللي هي الساذجة اللي إحنا بنقول على عليها. فكرة، فرقة زي سان داونز دي، يعني مش عارف ليه أنا حسيت إن كتر كلامنا عن قوة سان داونز حسيته كأنه وصل للعيبة الأهلي، وهم بقوا بيتعاملوا مع إن هم بيتعاملوا مع وحوش لا تقهر، فالأهلي بقى بيدافع بالشكل ده وما بقاش عارف يحتفظ بالكرة بالشكل ده. هو هل في مبالغات نفسية الأهلي تأثر بيها فظهر بالشكل ده، محتاج إنه يعالجها قبل ماتش العودة كابتن علاء؟ انا بتكلم معاك يا هاني، اه كنت بتكلم بقول لك ان كولر اتاثر بالنتائج اللي قبل كده اه مع صن داونز. على فكره بتحصل في كره القدم عادي اه جدا، مفهوم. كويس، لكن اللي كان غريب التاثير مع لعيبتك نفسها. مش عارف تعمل اربع خمس نقلات، صح ما ينفعش. صح هو ده اللي اثر عليه. صح انت في الاخر انت مدير فني بتعمل كل حاجه، لكن في ادوات في الملعب هي اللي بتنفذ. ايوه الاجواء بتاع اللعيبه كلها تحس ان في شده زياده عن اللزوم، قلق. اوحش حاجه في لعيب الكوره يلعب هو قلقان. اه صح لازم تبقى مركز، لكن في حاله هاديه، لازم تبقى هادي. تمام، واضحة هقول لك تماما، حاجه، انا اتفضل. هذكر لك لعيب واحد بس وكان احتياطه ونزل، اكرم. مظبوط. ايه الفرق ان لما اكرم نزل ايه اللي حصل؟ واحد فتره كبيره جدا ما شاء الله بعيد عن الكوره، لكن 10 شهور. نزل عنده حاجه انت الماس فيها، الروح هدوء وعنده ثقه في نفسه. صح. بيمسك الكوره بينقل واحده واثنين وثلاثه، هو ده اللي انت محتاجه. مفهوم. بس انت محتاج ان شاء الله في ماتش الاربع ممكن طول ما أكرم معاك يبدأ الكوره بما إنه ختم الماتش اللي فات، ولا تتوقع الى محمد هاني لا يلعب؟ بنسبه كبيره اكرم بادئ، أكرم بنسبه يبدأ. كبيره بنسبه كبيره اكرم هيبدا، لان هو ومعلول. الراجل انا يعني كولر كمان رمى في وقت رمادي الكلمه على فكره بنقولها في الكوره، في وقت صعب قوي يا هاني اللي بقاله فتره كبيره. لكن تروح بقى ايه ضايف لاكرم ايه؟ ده معدن اللعيب اللي انت بتدور عليه. اي وقت انت بيبقى في الماتش صعب جدا وخسران، لا بيأدي وهدوء وثقه. الهدوء والثقه اللي بيدي بيها اكرم دي اللي خلص بيها المباراه مطلوبه ان شاء الله مع الناس اللي هتبدا يوم الاربع. تمام. هدوء ثقه في النفس اعلى حاجه، وراك جماهير من قبل الماتش هتشجعك بطريقه جنونيه. صح مطلوب بس هدوء، دور الاول على الهدف الاول، بس ما تمام تفكرش في مكسب المباراه كلها، صح بس مظبوط. طيب لازم تعال تاخدها نحط خطوه التشكيل. خطوه. محمد الشناوي قدامه مين؟ مش بحب احط تشكيلات والله يا هاني. طب قول انت وانا اقول لك ولا لا. ما انا كده طب خلينا نبدا من الحاجات اللي هي اللي ممكن يبقى فيها عليها خلاف او اختلاف. يعني المهاجم بتاعنا كهربا، بنسبة كبيرة يا أستاذ. تبدا برضا سليم وبيرسي تاو زي ما بدات، ولا